وفاة المطرب ماهر العطار عن عمر ناهز 83 عاما. توفى منذ قليل المطرب الكبير ماهر العطار عن عمر يناهز 83 عاما، وأعلن فهد العطار ابن شقيقه عن وفاته على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وقال خلاله: انتقل إلى رحمة الله تعالى عم المطرب ماهر العطار، السلام أمان لأبوي، إنا لله وإنا إليه راجعون، لا حول ولا قوة إلا بالله، وداعا عميد عائلة الفن والعطارين برجاء الدعاء. كان الفنان الكبير ماهر العطار تعرض لوعكة صحية شديدة تم نقله على إثرها إلى أحد المستشفيات، وتم تلقى العلاج اللازم الذي أدى إلى تحسن حالته الصحية خلال الساعات القليلة الماضية. وكشف ابنه المطرب أحمد العطار في تصريح خاص لام اليوم السابع عن تعرض والده: تعرض لوعكة صحية شديدة حيث عانى من ضيق في التنفس بشكل قوي ونقل سريعا بالإسعاف على المستشفى.